أنا كنت أسير سابق بالانتفاضة الأولى، انسجنت 8 سنوات، وبانتفاضة الأقصى كنت بإقامة جبرية، أنه ممنوع أدخل مناطق الضفة الغربية لمدة 6 شهور، وبعدها تم اعتقالي لمدة 1 سنة. بعد ما روحت كنت أشتغل بالمقاولات وتصليح يعني داخل الدور. يعني تفاجأت بعد ما روحت، كل ما كنت أخذ ورشة كانت المخابرات تتصل على صاحب الورشة وتطلب منه أنه ما يشغلني لأنه أنا مخرب حسب ادعائهم. بعدها انتقلت لهون، فتحت محل الخضرة. آخر الاعتداءات تاعتهم والاقتحامات والاستهداف، يعني هو طبعا أنا مش بشكل شخصي، هي استهداف لكل تجارنا المقدسيين. طبعا هي بتختلف من منطقة لأخرى، واستهدافهم إلها بتعتمد على حسب الأحداث اللي بتصير في مدينة القدس. هذيك اليوم أو قبل يومين كانت في حملة على منطقة سلوان، وكنت أنا من ضمن المحلات اللي تم استهدافها. بعد ما دخلوا عندي طبعا جميع الطواقم المدعومة من البلدية والضريبة والصحة، وبعد ما كان ما في أي إشي، اتفاجأت إنه بحكي لي تبع البلدية إنه العسل ممنوع أبيعه. غريب انه يعني انا بتفهم انه يتم مصادرة العسل، يعطيني ورقة في هاي النواحي القانونية اذا بده يصير، وحتى لو بده يصادره المفروض يكون معاه طبيب انه هذا العسل مش صالح. يعني برغم انه العسل هو مصدره من عند اهلنا في 48، الا انه رفض وقرر انه اما يتم مصادرته او اتلافه. فأنا قلت له لا، أنه أنا بتلفه للعسل، توزيع رفض أنه أوزعه، رفض أنه أنزله على البيت، أحكي له هاي كمية كبيرة شو بدك فيها أنت في الدار، فبقول له هاي مشكلتي أنا مش مشكلتك، أنا المشتري. فقال لا أنا بدي أتلف العسل. تفاجأت أنا لما طلعت عشان بدي أطلع، أنه فكرت يعني زي أي إشي، يعني واحد لما بيتلف إشي بعيد عنكم برميه في الزبالة، فكان حطهم على الأرض وصار يكسر فيهم واحد واحد على مرأة الجميع بشكل استفزازي وحاقد. هو بالفعل بهذيك اللحظة استفزني داخليا، فاضطريت أني أدخل لأنه كنت متأكد إذا بدي أطلع عليه راح تصير إشكالية. خسر العسل تقريبا بتتراوح بين 3500 ل 4000 شيكل. الحمد لله يعني بالقدس في دائما بتكون حملات تعاضد خاصة بالحالات اللي بتصير وبشعر فيها المقدسي انه في حالة استفزاز للمشاعر، فانطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك انه يكون في دعم للمحل. بغض النظر عن المردود اللي حققتها الحملة، الا اني بدعو انه يكون دائما في حملات توجه من اهالي القدس للشراء من جميع المحلات التجارية في مدينة القدس.